مرة أخرى في ميدان التحرير، وأنه كل طرف بيحاول أنه يجيب يعني مدد زيادة علشان يحسم المعركة. سيادة المستشار أهلا بيك، تفضل. الخير مساء النور يا فندم. تفضل سيادة المستشار. أنا مشافي مع مدام رولا طبعا، مع سامع صوت الشيخ خالد معك، خالد جندي. أهلا وسهلا. أهلا مساء الخير. مساء المرتضى. يا عمرو، ميدان التحرير مش كل اللي هناك مصريين. مش كل اللي هناك مصريين. مصريين. البلد بتتباع يا عمرو. اللي بقول لك اسمعوا. بلد بتتباع. أيوه، فيها أفغانستانيين وفيها إيرانيين من إيران، الراندا ديهم. اللي بقول لك اسمعوا، وفيها يهود. يا جماعة، اللي بيحصل في ميدان التحرير، مصر بتتباع. أنا في إيدي رصاص حي أهو. ها؟ انضرب علينا الرصاص الحي ده يا عمرو بتاع ناس منظمة. خلي بالك. مش المصريين اللي بيضربوا بعض دلوقتي في ميدان التحرير. ميدان التحرير في ناس منظمة قاعدين عاملين صف أول وثاني، وناس تحتل العمارات، في ناس بتضرب نار من فوق هيلتون رمسيس. للأسف الشديد. طب إيه الوضع حضرتك؟ حضرتك كنت هناك لغاية من قد إيه؟ أنا لغاية دلوقتي هناك. طب قول لي إيه الوضع؟ الميدان فاضي، فيه ضرب، فيه. الميدان ما فاضيش. الميدان موجود، الولاد المنظمين اللي هم مش مصريين، خلي بالك، هي عمرو ايد خفيه، في ناس يا عمرو للاسف الشديد. طب الطرف اللي هو الاطراف اللي هي مؤيده للرئيس محمد حسني مبارك، واللي هم نزلوا المظاهره بتاعه 2 فبراير، لسه موجودين قدام الطرف الثاني ولا مشوا؟ انا عندي هنا ناس مؤيدين ومعايا ناس معارضين. ثاني حاجه، انا فوش الناس دلوقتي. ايوه يا عمرو، القصه بقتش مؤيد ومعارض مصريين، في فتنه بتتعمل في البلد. في ناس، بقول لك تاني، انا اللي بقول لك على مسؤوليتي، جنسيات مختلفة. طب انت ما مسكتش حد فيهم؟ ما وجهتش اتمسك يا استاذ الفاضل وتسلم للقوات المسلحة. طب كويس. بقول لك اسمعوا، جنسية غير مصرية؟ نعم، جنسية غير مصرية، جنسيات غير مصرية. طب المولوتوف، اتفضل. المولوتوف، المولوتوف اللي كان بيتحدف والكلام ده كله لسه مستمر ولا توقف؟ لسه، وفي دلوقتي دخان كثيف اهو بيولعها عربيات. اتنين، انا في ايدي عمرو ابعت لك دلوقتي الرصاص الحي. رصاص حي. احنا شايفين على الشاشه اللي عايزين اصلاحات هيبقى معاهم رصاص، ولا التانيين اللي بيأيدوا الاستقرار. سيبك يا ايد حسن مبارك، الناس اللي نزل مش عشان حسن مبارك، عشان مصر وامام مصر. يا استاذ عمرو، في مخطط. انا بقول لك تاني، سيبك من كل المناظرات اللي بتتعمل ديت. عايز اقول لدرادعي وايمن نور وسامي غزالي حرب ومصطفى شردي وسيد بدوي وكل الناس، مصر يا جماعه بتتباع. يا جماعه مصر بتتباع. الجيش مش عايز يتدخل، لان الجيش عارف ان اسلحته فتاكه ومش ممكن هيبقى في مدفع في صدر مصر. والبوليس مش عايز يتدخل، عشان انت عارف الحساسيه اللي موجوده. مظبوط. لو اي حد يقول لك ده رجع يعذبه تاني في عهد محمود. امال مين يتدخل يا سياده المستشار؟ نعمل ايه؟ ده البلد هتضيع يا جماعه. اللي ولعوا مع الشيخ القرضاوي، اللي عمال يبعت رسائل للزلم ده للتحرير، يا عميل يا بتاع قطر. سيبك بقى يا اخي، انت ايه تعرف فين في مصر؟ انت قطري. الرسائل اللي عماله تتبعت يا عمرو، انزل ميدان التحرير. اللي بيضربوا مش مصريين، لا الولاد المعترضين على وجود حسني مبارك، ولا عايز اقول لك حاجه، انا شفت خيام امريكي، خيام، الخيام دي ما شفتهاش في حياتي، خيام على اعلى مستوى. ده صف اول، عيال منظمه حط على ايديها اشارات. يا استاذ فاضل، ده جيش منظم من ميدان التحرير. البلد لازم تتحرك، والا مصر هتولع. سيبك من الكلام، الانشاءات اللي في الاستديوهات، يا جماعه عايزين ننقذ مصر. حسني مبارك خلاص مش نازل الانتخابات، واسهل حاجه عنده يقول لهم شكرا انا ماشي. بس دي مش شخصيه راجل مقاتل يا عمرو. بقول تاني، اتقوا ربنا في مصر يا اسامه يا غزالي حرب. النهارده انا سامع دول جابها اسمهم الحكماء، احمد كمال ابو المجد واحمد شعب ابو الفضل، وده نجيب ساويرس، وده ابراهيم المعلم، والجابها الثانيه التغيير ده مش عارف برادع مين، وده سيد دجوي. ارحموا مصر. بقول تاني، ارحموا البلد، حرام عليكم. انت عايز تبقى وزير وده عايز يبقى وزير، هي تركه مش بتتقسم يا عمرو. سيبك من اللي بيتعمل في الاستديوهات. طلع منصور حسن ابتدى يتكلم، وطلع درادع اللي عمال يقول لك، رب دان وعايز اخوان المسلمين، بقول للمرشد العام للاخوان، مصر لو ولعت، وانا اكتر واحد في وزاره البلد دي، مصر يا جماعه لو ولعت مش هتقوم تاني.
مش هتقوم، لا هتلاقي اخوان ولا غير اخوان. بص انا بقى انا بكلمك رصاص حي في ايدي، ضرب رصاص حي يا عمرو في دار التحرير. لازم يبقى في حل. فين انا قوي بخاطب نائب رئيس الجمهوريه وبخاطب رئيس الجمهوريه وبخاطب كل القيادات دي. عايز اقول مفيش القصه يا جماعه خرجت من اطار شباب بيطالب بالتغيير دستوري. المستشار مرتضى منصور الرساله فرحانه في جيش منظم مش مصري موجود في دار التحرير. الرسالة وصلت، شكرا لحضرتك. احنا وقتنا قرب يخلص، انا عايزة اسأل.